للتعامل مع أي أزمات قد تتعرض لها المحافظة نتيجة لتغير الظروف الجوية، استعدت شمال سيناء لمواجهة فصل الشتاء. تم توفير السيارات والمعدات اللازمة للتعامل مع تراكمات الأمطار والسيول، مع التأكد من جاهزيتها واستعدادها التام وتوزيعها على مدن المحافظة كافة، بالاشتراك مع مجالس المدن على مستوى المحافظة وشركة المياه والصرف الصحي والحماية المدنية. جاهزية صاحبها تجديد بعدم التخلص من مياه الصرف الصحي في مجرى السيل بوادي العريش ليكون جاهزا لمواجهة أي طارئ. نعمل تجارب رئيسية لصالح العناصر كلها لتنفيذ مهام الإنقاذ في حالة الله لا يقدر لو حصل أي أزمات أو كوارث. أنا بأكد في المرحلة الأولى الأيام القادمة أن مصر كلها منظرة بتغيرات كبيرة هيؤدي إلى سقوط كمية كبيرة من الأمطار، فإحنا لازم كلنا كعناصر موجودة نتدرب في داخل أماكن التمركز بتاعتنا عشان خاطر إزاي نواجه هذه الأزمات وهذه الكوارث. وقد تم التأكيد على تجهيز البيانات والمعلومات الخاصة بوحدات الإغاثة والإنقاذ بمجالس المدن ومديريات الخدمات، وإعداد كشوف وجداول شاملة لجميع المركبات والمعدات الخاصة بالإغاثة وأماكن وجودها لتوجيهها وقت الحاجة. بأمن نفسي وبأمن مكان الحادث وبعدين بأمن المصاب. لو المصاب أقدر أخرجه بخرجه، ما أقدرش أخرجه بستعين بأفراد دفاع المدني الموجودين معايا عشان المصاب يخرج لي. بعد المصاب ما بيخرج لي ببدأ أخده معايا في العربية، عندي تجهيزاتي. إنشاء فرع لجامعة الأزهر سعي تم التأكيد عليه خلال هذا الاجتماع الذي ضم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووفد القافلة الدعوية الإغاثية الممثلة للأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية لنشر الدين الوسطي بين أهالي المحافظة. الاجتماع تم خلاله التأكيد على استمرار توافد العلماء على شمال سيناء دعما لجهود الدولة في نشر الوعي المجتمعي لمواجهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة، أمر يترافق مع تقديم المساعدات والمواد الإغاثية دعما لأبناء المحافظة وتخفيفا من الأعباء عليهم. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.